السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله عندنا المحاضرة الرابعة مادة التشريح النظري. عنوان محاضرتنا اليوم Cardiovascular System اللي هو جهاز الدوران. جهاز الدوران يشمل الهارت والبلد فيزلز اللي هي القلب والأوعية الدموية. أول ما نبدي ناخذ الهارت اللي هو القلب، ناخذ Anatomy of the Heart اللي هو تشريحيا القلب من شنو متكون. أنا أعرف القلب بالعامية، نحكي أعرف القلب بأنه هو عبارة عن مضخة عضلية، أوكي؟ بس هناك أنتم مش راح نسميه بأنه هو Hollow Muscular Organ، هو عبارة عن عضو عضلي مجوف من الداخل، يحتوي على Chambers على الغرف، شكله Pyramidal Shape، شكله هرمي مثل ما موجود عندنا بهذه الصور، شكله يكون مثلث بها أبيكس، بها قمة تكون للأسفل وبها بيس قاعدة، والقاعدة مالتها تكون للأعلى، يعني شكله مقلوب، مثلث مقلوب. lies within pericardium in the mediastinum، راح يكون هو الهارت كله محاط بغلاف، احنا بالعربي نسميه شغاف القلب، بالانجليزي نسميه pericardium، الغلاف مالته اسمه pericardium، هذا الغلاف اللي يحيط به، وظيفته حماية طبعا. كل الهارت مع الغلاف مالته راح يكون موقعه في middle of the mediastinum، في وسط المديستاينام، والمديستاينام هو ما له ترجمة حرفية لكن هو التجويف أو الفراغ ما بين الرئتين، يسميه mediastinum. أيضا connected at the base من القاعدة مالت الهارت راح يرتبط عندنا بها the great blood vessels أو أوعية دموية رئيسية متمثلة بالأورتا الأبهر وبولميناري ترانك اللي هو البولميناري أرتري نفسه اللي هو الشريان الرئوي. زين، هاي أوعية دموية رئيسية تطلع من القلب. surrounded by membrane محاط بالغلاف، وسمينا الغلاف بأنه هو عبارة عن pericardium، بالعربي نسميه شغاف القلب. شنو الفانكشن of the heart، شنو هي وظيفة القلب؟ وظيفته أكيد هو يضخ، فهو pump blood to the form circulation حتى يكون لدورة دموية، والدورة الدموية احنا عندنا اثنين اللي هي الكبرى والصغرى، فالصغرى راح نسميها pulmonary circulation، وهي أقصد بها الدورة الدموية الصغرى pulmonary يعني الرئوية، يعني من القلب إلى الرئة ومن الرئة ترجع للقلب. وعندنا systemic circulation اللي هي عن طريق الأورتة، عن طريق الأبهر تطلع من القلب لكل الجسم وترجع من كل الجسم إلى القلب، فهي الدورة الدموية الجهازية systemic circulation. نجي هاي مهمة كMCQ اللي هي fact location والorientation، اتجاه القلب وموقعه تحديدا كأناتومي. وين شكل القلب حسب موقعه؟ هو ما راح يكون قاعد بشكل عمودي ولا أفقي، هو حيكون oblique orientation، اتجاهه راح يكون مائل، اتجاهه أوبليك مثل ما نشوف بالصورة يكون مائل، أوكي؟ الأبيكس مالتها، هذه القمة مالتها الأبيكس، راح يكون كمستوى بالصدر، هو ما بين المسافة ما بين الأضلاع الانتركوستال اللي هي الخامسة، يعني ما بين الضلع الخامس والسادس، فالمسافة اللي بيناتهم، المسافة ما بين الضلعين مالت القفص الصدري تحديدا، نقول انه هو تابع للفقرة الخامسة او المسافة ما بين الاضلاع، فهو الضلع الخامس، اوكي؟ هذا منه، هذا فقط القمة مالته حتى نعرف مستواه شقد. البيس مالته شقد؟ superior near، تقريبا انها حيكون يعني من الاعلى، لانه انا قلت القاعدة مالت الشكل الهرمي المثلث للاعلى، لان شكله مقلوب، مثلث مقلوب، فالبيس القاعدة مالته راح يكون in the second intercostal space، بالمسافة ما بين الضلعين الثاني والثالث، المسافة ما بين الضلعين الثاني والثالث، فهو تحديدا in the second intercostal space، فأسميها للمسافة ما تضلع الفقرة الثانية أو المسافة ما بين الضلعين الثاني. موقعه ما راح يكون بالوسط في منتصف التجويف الصدري، لا، تقريبا 2-3 of the body heart من جسم القلب، ثلث تقريبا راح يكون lie left، تقريبا موقعه يكون باتجاه اليسار of the midline، مو تحديدا بالوسط في منتصف التجويف الصدري، لا، مائل قليلا لليسار، بحيث يكون ثلث الجسم من البودي هارت من جسم القلب مائل لليسار.
لو نجي نباوع أيضا نشوف بأنه الشكل اللي أمامي موجود عليه قبل شوي بأنه هو أوبليك، هو مائل، هو مو فقط مائل، هو أيضا مفتر همينة بها شوية دوران، راح يكون للأمام قدامي حسب الصورة هو عبارة عن interior inferior للأمام، للأسفل هو عبارة عن أذين وبطين أيمن right atrium and ventricles، يعني هذا هو الأذين الأيمن وهذا كله هو البطين الأيمن، هذا اللي أمامي. يبقى ال posterior side and superior من الخلف وللأعلى راح يكون هو ال left atrium and ventricle، يعني هنا هذا هو ال posterior من الخلف راح يكون هو عبارة عن left atrium وال left ventricle، هذا هو الشرط هو البطين الأيسر وفوقه بس ما مقدر أشره لأنه صايرة قدام هاللوعية الدموية، فتكون هي عبارة عن left atrium الأذين الأيسر لكن من الخلف posterior side. زين نجي على البريكارديوم. البريكارديوم معروف الغلاف اللي وقعت عليه وشغاف القلب يسمى أو هو عبارة عن fibrocerous sac، هو عبارة عن كيس أو غلاف يكون مصلي ليفي، يعني متكون من جزئين مصلي سائل وليفي، يعني بيها شوية قوة. Enclose the heart and the roots of great blood vessels، راح يغطي للقلب وبداية roots يعني بداية مالت الأوعية الدموية الرئيسية، فقط roots مالتها البداية. Lies within the middle mediastinum، يقع مع القلب في منتصف المديستينم، هاي حكيناها. function الوظيفة مالته هذا الغلاف ايش راح يكون؟ function مالت البريكارديوم هو restrict excessive movement of the heart، راح يقلل او يقيد من الحركة الزايدة للقلب حتى لا يطلع الهارت من مكانه، اوكي؟ لان نعرف انه بيها تقلص وانبساط، فحتى تنتج لي النبض يصير بيها تقلص وانبساط، فالقلب في حالة العضلة مالته في حالة عمل مستمر، فأثناء الحركة مالته إذا ما أكو غلاف يحيط بيطلع من مكانه، لكن اللي حدد موقعه ويثبته بمكانه هو البريكارديوم. أيضا بها وظيفة ثانية أنه هي تنطيها lubricated، اللي هو أقصد بها lubricant اللي يعني تزيت، ينطيها شوية تزيت. ليش؟ لأنه هاي لما نصير حركة مستمرة راح يتآكل، يصير بيها فراكشن احتكاك وتآكل، فحتى نمنع فقدان العضو والغلاف مالته لازم هذا الغلاف يكون يحتوي على مصل، هو أصلا اسمه fibrocerous، سرس يعني مصلي يعني بيسائل، وهذا السائل راح يكون هو عبارة عن lubricated يعني مزيت للهارت. نجي على نشوف أجزاء. أنا قلت قبل شوية بأنه هو عبارة عن fibrocerous، زين خلينا نشوف. هو عبارة عن two layers أو جزئين أو طبقتين. superficial يعني ده أحكي من الخارج راح يكون هو عبارة عن fibrous pericardium. fibrous يعني ليفي، أوكي، الغلاف القوي يكون للخارج. الديب مالتها من الداخل هي أقرب للقلب راح يكون عبارة عن serous pericardium. سرس يعني مصلي، وهذا هو المصلي بحد ذاته متكون من طبقتين أيضا، اللي هو خارجي بارايتال اللي هو حيكون direct beneath the surface of the fibrous pericardium، يكون مباشرة تحت الفايبروس وهو تابع للسرس هنا واسمه بارايتال جداري. وعندنا الفيزيرال layer of the epicardium أو يسمى بالإبيكارديوم، هذا راح يكون contact with the heart، هو اللي حيرتبط مع القلب، بنسميها visceral يعني حشوي، مع الأحشاء مع الأعضاء، فهو يكون contact وياه. between two layers ما بين البارايتال والفيزيرال راح يكون عندي fluid full with the fluid، مملية بسائل، هذا الكافيتي مملي بسائل حتى ينطيها lubricate. زين نيجي نشوفها بالصورة. ماخذ هذا الجزء هنا مكبري، هذا اللي للخارج وحده هالشكل، هذا هو عبارة عن fibrous pericardium، هذا الغلاف القوي الخارجي. تحته لو اجي اشيل التأشيرة عمودي بين اوضح، تحته راح يكون مرتبط وياه غلاف، هذا راح اشره، هذا عبارة عن parietal layer of the serous pericardium. السيروس بها نوعين، بها ليرين،
اللير الأول الخارجي، الطبقة الأولى الخارجية هو بارايتال جدارية، لكن الداخلية اللي يكون contact with the heart wall مع جدار القلب أسميها visceral حشوية of the serous pericardium. اوكي، بيناتهم اكو كافيتي ما بين الجدار البارايتال والفيزيرال الحشوي، اكو كافيتي، هذا الكافيتي راح يكون فل وذ فلويد مملية بالسائل. هاي الصورة فقط للتوضيح. شكل ثاني ايضا للتوضيح، مبين عندنا الهارت هذا بالوسط وطالع من عنده البلد فيزوز، هذا كله الهارت. اللي مأشر باللون الاخضر، هذا اللي مأشر باللون الاخضر هذا عبارة عن بارايتال، هذا خارجي. ولو اجي ابوع لي جوا هنا بالاسفل اشوف انه هو مرتبط مع جزء من الاسفل، هذا اللي هو الدايفرام. دايفرام يعني حجاب حاجز، اذا ثبتت الفانكشن مالته على انه هو يثبت الهارت بموقعه. اوكي، بعد الداخل عندي السراس. السراس راح يكون عبارة عن تو لاير، خارجية هذه اللون الاسود الخارجي هذا بارايتال جداري بنيث ذا فايبروس بيريكارديوم، والديب لاير الطبقة السفلى الداخلية هذه هي عبارة عن فيزيرال سيروس بيريكارديوم اللي هي راح تكون حشوية وهي تكون كونتاكت وذ هارت. اوكي، بيناتهم اكو كافيتي، هذا الكافيتي شنو مملية بشنو؟ فول وذ فلويد مملية بالسائل حتى ينطيني لبريكيت of the heart، ينطيني تزيد للقلب حتى لا يتآكل أثناء التقلص والانبساط والحركة الجزئية مالته. زين، الصورة فقط للتوضيح لكم. نجي ندخل سحنا شينا من الخارج، حندخل للداخل، نجي على الهارت وول جدار القلب. جدار القلب عبارة عن ثلاث طبقات، epicardium، epi يعني خارجي، وهي متمثلة بالvisceral layer، متمثلة visceral layer الطبقة الحشوية، الغلاف الأخير الداخلي من السيروس بيريكارديوم، هاي تعتبر طبقة من جدار القلب. بالوسط عندي مايوكارديوم، كلمة مايو يعني عضلي. العضلات احنا عندنا ثلاث أنواع، أما سكيليتال هيكلية وهي مسؤولة عن حركة مرتبطة بالعظام من اسمها هيكلية، وعندنا السموث مصل هاي بالأحشاء الداخلية وتحديد أكثر شيء بالجي آي تي والريبريودكتيف سيستم، وعندنا الكاردييك مصل. الكاردييك مصل اللي هي من اسمها كاردييك يعني عضلات قلبية، وهاي انتم ماخذيها بالسادس وماخذيها صف اول. عضلات القلبية من صفاتها انه هي تحتوي على ميتوكوندريا اكثر كخلايا، فبالتالي تكون يعني تتحمل العمل المستمر اكثر، لان بها الطاقة على بهذا القلب دائما مستمر بالعمل بتقلص وانبساط. زين، ها هي الطبقة مات العضلة مات القلب سميناها المايوكارديوم. الطبقة اللي الداخل جدا اللي هي نسميه اندو، كلمة اندو يعني داخل يعني ديب مالتها، اندوكارديوم هو عبارة عن اندوثيليال لاير ثينر ذات انر ان ذا مايوكارديال سيرفيس، عبارة عن اندوثيليال لاير. هسه نشوفها بالصورة، هذه ماخوذة 1 سنتيمتر مربع تقريبا من الهارت وول من جدار القلب حتى نكبرها ونشوفها. عندنا الإبيكارديوم هذا الغلاف الخارجي، هو يحتوي على الفاتي تشو نسيج دهني وياها. اوكي، هذا إبيكارديوم. اللي للداخل هنا هذا كله عبارة عن مايوكارديوم، مايو اللي هي عضلات او طبقة عضلية مثل ما قلنا، هي عبارة عن كاردييك مصل. هذا اللي صاير باللون الازرق هذا هو الاندوثيليوم مالتها، او ما تسمى بالاندوكارديوم، اندو يعني داخلي، هي اللي تكون تكون لي من الداخل ال شو نسميها الهارت تشامبرز، غرف القلب. هسه حناخذها. طبعا العضلات اللي حتكون موجوده هنا كشكل نشوفها صايره بشكل جسور مرتبطه واحده ويا الثانيه، خلي شويه تأشير، صايره بشكل جسور مرتبطه. هاي شنو اسميها؟ هاي تساعد بالتقلص والانبساط اكثر، هاي شنو نسميها؟ ترابيكولا كورنيا. ترابيكولا كورنيا يعني بيحتوي على فراغات بيناتها حتى تنطي تقلص اكبر وصايره بشكل جسور. نجي على الهارت تشامبرز اللي هي غرف القلب. غرف القلب احنا نعرف بانه احنا عندنا اذينين وبطينين، يعني مجموع مش قد 4، فهي تكون عباره عن
four chambers أربعة غرف متمثلة بال two atria. atria جمع بالA، إذا مفرد أقول M atrium، إذا مفرد وذين أقول بالM، لكن إذا جمع أقول بالA atria. وعندي two ventricles هذا جمع عادي بالS، بطينين ventricles وأذينين atria. بكل جانب راح يكون عندي جهة يمنى وجهة يسرى، فأسميها right and left right and left. فمبين عندي من الصورة هنا مؤشر right atrium، هذا كله هو الأذين الأيمن، الأيمن مالت الصورة مو الأيمن مالتي أني. إذا أشر الأيمن مالتي على المجسم فهو هذا الجزء الأيمن، لكن غلط. من أحكي كأناتومي الصورة، الأيمن مالت الصورة جهة اليمنى، هذه هي الجهة اليمنى دائما، مو فقط بهذه الصورة، كل الصور مالت الأناتومي من أقول رايت فهي الرايت للصورة مو إلي للمجسم يعني الرايت. فهذا هو الرايت أتريام، وهذا هو الرايت فينتريكلز البطين الأيمن، وهذا هو الليفت فينتريكلز البطين الأيسر، وهذا هو الليفت أتريام وهو الأذين الأيسر. زين، نيجي ناخذ الأترية. أول شيء الأذينين، الأذينين من صفاتها الفيتشارز أو الكاركترستيك كصفات راح تكون نفس الشيء، إذا قلت فيتشارز أو قلت كاركترستيك يعني صفات أو خصائص، راح تكون small thin wall chambers. خلنا نبوع الصورة، هذني أذينين وهذا الأذين الثاني، هاي أذينين. لو نشوف الجدار مالتهم مقارنة مع البطينين مو أكو اختلاف؟ اولا كحجم الاذينين تكون اصغر، اذا هي سمول، وايضا الوول مالتها الجدار راح يكون ثين. انبوع على الصوره، ثين يعني ارق، اخاف، اقل سمكا. اوكي، الفانكشن، الوظيفه، وظيفه الاذينين دائما الاتريا انه هي ريسيفينج تشامبرز فور بلاد ريتورنج تو ذا هارت فروم ذا سيركيليشن. وظيفته انه هي راح تستقبل الدم اللي يرجع للقلب، سواء كان راجع من الرئة سواء كان راجع من كل الجسم. اوكي، هسه نجي على من اللي يرجع منها، من اللي يرجع منها، سواء كان رايت او ليفت، كل واحدة ايش راح تستقبل. هسه من هي استقبلت الدم من كل الجسم ايش راح تسوي؟ كل جهة سواء كانت رايت او ليفت، كل جهة من عندها بوش ذا بلاد، راح تضخ او تدفع الدم into the adjacent ventricles. يعني الاذين الايمن، خلنا نشر الأذين الأيمن من يستقبل الدم، سوري مو منا، الأذين الأيمن من يستقبل الدم عن طريق superior inferior cava، superior vena cava والinferior vena cava اثنيناتهم من يستقبل الدم ويفتح بالأذين الأيمن، راح يضخ الدم push to the adjacent ventricle وهو البطين الأيمن right ventricles. نفس الشيء عندنا left اتريام من يستقبل الدم من البولميناري فين، هاي مو تفتح هنا، لا تفتح هنا بس من الظهر من البوستيرير سايد. هذين الاربعة اللي اسمهم بولميناري فين راح تضخ الدم الى الليفت فينتريكل للبطين الايسر، ومن البطين الايسر راح يطلع عن طريق الاورتا يروح لكل الجسم، ومن البطين الأيمن راح يطلع البولميناري ترانك أو البولميناري آرتري اللي يروح للرئة. فبالتالي كونت عندي الدورة الدموية الصغرى والدورة الدموية الكبرى. نرجع إلى الأذينين، حكينا الفانكشن مالتها، خلنا نشوف ناخذ بالتفصيل الأولى اللي هي الرايت أتريام. بالنسبة للرايت أتريام، الأذين الأيمن هذا مؤشر بالصورة وباللون الأحمر مصبغي، receiving deoxygenated blood يستقبل الدم الغير مؤكسج، يعني يحتوي على ثاني أكسيد الكربون، يعني يحتوي على waste، على فضلات. فبالتالي هذا من وين حيستقبل الدم؟ أكيد من الخلايا والأنسجة مالت الجسم. من بعد ما تمت عملية التبادل الغازي راح يرجع إلى الأذين الأيمن right atrium. من وين حيرجع؟ منه حيفتح بي superior فينا كيفا، عن طريق أول شيء عندنا superior فينا كيفا، وعندنا منه يجي وأيضا يفتح بالأذين الأيمن اللي هو inferior فينا كيفا. superior علوي، واللي هو الوريد الأجوف العلوي، الوريد الأجوف السفلي. العلوي جاي من الأبر لم، الأطراف العليا،
النيك الرقبة يعني، والثوراسيك أو منطقة بداية الصدر، وعندنا أيضا الهيد الرأس، هاي كله يرجع الدم عن طريق السوبرير فينا كيفا. وعندنا الانفيرير فينا كيفا اللي هو الورد الأجوف السفلي، هذا حيرجع من الأبدومين، يرجع من اللور والبيلفيك ريجن منطقة الحوض، واللور لم اللي هي الأطراف السفلى، يرجع عن طريق الفين عن طريق الوريد إلى الرايت أتريام وهو الأذين الأيمن. وأيضا عندنا شيء ثالث وهو الكورنري ساينس، ما ننسى، أو نقول كورنري فين، نفس الشيء. هنا اللي هو أقصد بكلمة كورنري يعني تاجي، كورنري يعني تاجي، اللي هو جاي من عضلة القلب نفسه. هو القلب صح وظيفته أنه هو يضخ الدم لكل الجسم ويرجع ويبدل الدورة الدموية الكبرى والصغرى، لكن هو كجدار كوول كتشو كسيلز كخلايا أيضا تحتاج إلى من يغذيها، إلى بلد فيزلز حتى تتغذى. فبها الكورينري آرتري اللي هو الشريان التاجي، وبها كورينري فين أو أسميه كورينري ساينس اللي هو الوريد التاجي. تاجي لأنه هو أصلا موقع من السطح راح يكون هنا، يفتر داير مداير القلب، فيسموه تاجي مثل التاج. أوكي، من وظيفة هذا الرايت أتريام، خاف تجيكم أم سي كيو هي كل السلايد هذا مهم، انه هي تحتوي على الفوزا اوفال. فوزا اوفال هنا بالوسط كانت موجودة ما بين الرايت والليفت اتريام، اكو فراغ اوفال يعني بيضوي، فتحة بيضوية تكون بيناتهم. هاي بالمراحل الجنينية كانت مهمة بكونه القلب مكان كامل، فيتم التبادل الدم يعني اتجاه الدم وحركة الدم من الاذين الايمن للاذين الايسر بعدين للبطين الايسر، لكن هذا يتنسيت طبعا هذه الفتحة بعد الولادة يعني خلال المراحل الجنينية، بس بالبداية تكون مفتوحة. وأيضا عندنا الـ SA node. SA node هذه العقدة جدا مهمة، وموقعها هنا أشرتها بها بالجدار مالت القلب، موقعها هنا ناخذها بعد شوية، مسؤولة عن كهربائية القلب وهي كلش مهمة. وعندنا الترايكوسبيد فالف اللي هو الصمام الثلاثي، ثلاثي الشرفات، تراي يعني ثلاثي، اللي هو هنا موقع ما بين الأذين والبطين اللي هو الرايت سايد من جهة اليمنى. انتر اتريال سبيكتوم، اوكي، ما بين الفنتريكال والاتريام من جهة الرايت. نجي على الليفت. الليفت اتريام هنا راح يستقبل الدم من وين؟ ريسيفينج فروم وات، يفتح بها فور بولمينري فين، تفتح، راحت، تفتح بالرايت بالليف بالليفت اتريام بالاذين الايمن اربعة اوردة رئوية، فور بولمينري فين، اثنين من كل رئة. اوكي، تو فروم ايش لانك، جايات اثنين من كل رئة. هسه نشوفهم هذولي، هاي اثنين، هاي وحدة وهاي وحدة وهاي وحدة وبعد وحدة من جهة الأخ، فمجموعهم أربعة. أوكي، يفتحون وين؟ يفتحون هنا اللي هو بالليفت أتريام. من تستقبل هذه من الرئة، من اسمها بولمينري يعني رئوي، وهي أوردة لأنه راجعة من الرئة، تستقبل الدم، والدم هنا راح يكون أوكسيجينيتد، الدم راح يكون محمل بالأكسجين لأن هذا راجع من الرئة، وبالرئة تم التبادل الغازي فيرجع للقلب بدم محمل بالأكسجين، لكن هو الوريد الوحيد اللي بالجسم محمل بدم مؤكسج. أوكي، بولمينري فين هو اسمه وريد، بس ماكو وريد يحمل بدم مؤكسج، لكن هو الوريد الوحيد مستثنى اللي يكون محمل بدم مؤكسج. من بعد ما يستقبل الدم من الرئة، هذا هو الليفت أتريام، راح ينقله إلى الليفت فينتريكال للبطين الأيسر، ومن البطين الأيسر راح يطلع عندي الأورتة وهو الأبهار حتى يضخ لكل الجسم دم مؤكسج، دم محمل بالأكسجين. خلصنا الليفت أتريام، نجي على الفينتريكالز، البطينين. البطينين قبل شوية شوف الصورة بأنه قلنا الثيكنس مالت الوول يكون مور ثيكنس فروم ذا أتريا، الجدار مالتها يكون متسخن أكثر. نجي على الفيتشرز الصفات مالتها،
مثل من الصورة مبينة عندي بأنه هي راح تكون more thickness، لكن نجي نقول بأنه هي make up most the mass of the heart، هو اللي تكون كتلة الجسم، يعني كوزن كثقل هي اللي تكون وزن الهارت، أقصد بالجسم جسم القلب. الوول هذا الجدار of the ventricles much thicker than of the atria، أكثر تسخن مما هو في الأذينين، بحيث هذا الوول الجدار مالت left ventricle، أيضا عندي جدار مالت left ventricle مالت البطين الأيسر، هذا cross section مقصوص القلب منه، يعني شلون الخيارة وقصيناها بالعرض حلقات، نفس الشيء شلنا الأذينين حتى نشوف البطينين، هذا القصد. الجهة الليفت جهة اليسار الثيكنس مالت الوول مالتها more than أكثر، بس إيش قد؟ تقريبا 3 مرات 3x، يعني 3 times 3x more than right ventricles، نشير التأشير حتى تكون واضحة. البطين الأيسر الوول مالتها 3 مرات تسخن أكثر مما هو بالرايت فينتريكلز، يعني تسخن بالبطين الأيسر أكثر مما هو بالبطين الأيمن. ليش؟ شنو السبب؟ لأنه هو أصلا من الجهة اليسرى من البطين الأيسر يطلع عندي الأبهر، والأبهر لازم يوصل لكل الجسم مصحيح، فبالتالي لازم يكون جدار مالته more thickness تسخن مالته أكثر حتى يكون التقلص مالته أكبر، فبالتالي ضخ الدم أكثر. أوكي okay؟ إذا راح يكون هنا ضخ الدم from the left ventricles interventricular blood pressure، ضخ الدم يكون 6 مرات، شيل التأشير، 6 مرات higher than in the right ventricle، ضخ الدم من الجهة اليسرى من البطين الأيسر كتقلص لجدار البطين الأيسر 6 مرات أكثر ما هو بالبطين الأيمن بالright atrium. السبب أنه من left ventricle راح يطلع عندي الأبهر لازم يوصل لكل الجسم، لكن من البطين الأيسر يطلع عندي pulmonary trunk وهو الوريد الرئوي، هو من اسمه رئوي، رايح للرئة والرئة بصف القلب، فما يحتاج تقلص كبير. ماشي زين، نجي نشوف الرايت فينتريكل البطين الايمن. البطين الايمن كشكل يكون تراينجولار ان شيب، شكله مثلث، هاد سموث وول، جدار مالته يكون تقريبا سموث يعني ناعم خلينا نقول، و ايريجولار ماسكولار ريتش، راح يكون بيها فتشي يشبه الجسور، انا سميتها حافات وجسور اللي هي ترابيكولا كورنا، هذه حتى تنطي تقلص مقارنة بالأترية. This are for ridge and bridge، الحين راح تكون بشكل جسور وحافات. أيضا أكو بيها فشي جدا مهم، يعني هي موجودة فقط بالبطينين، ما موجودة بالأترية، ما موجودة بالأذينين، وهي البابيلاري مصل، هذه بابيلاري مصلز، عضلات نتوئية، أو بابيلا يعني مثل الحلمة يشبه هو بابيلا، بابيلاري مصلز تو كورد تيندينه، مرتبطة مع التيندين يسميه كورد تيندينه، مرتبطة مع أوتار، عضلة مع أوتار، حتى نهايتها الإجمالتها الحافة راح تكون ترايكوس بدفالف، حتى تكون عندي صمام ثلاثي الشرفات بنهاية هذه الأوتار. أوكي عن طريق 3 بابيلاري مسلز، 3 عضلات. الفانكشن الوظيفة مال الرايت فينتريكل هنا راح تكون هي بروبل بلاد تو ذا بولمينري تانك، ضخ الدم الى الشريان الرئوي. نجي نباوع على الصورة، هذا هو البطين او اللي نقول عليه الرايت، شنو رايت فينتريكل البطين الايمن. هنا لو اجي اباوع من الداخل حيكون ترابيكيولي، يعني هاي ترابيكولا، يعني تأتي على فراغات وحافات طالعة من العضلة، نسميه جسور بريدج. أيضا أكو للداخل هنا، هذه بابيلا، باعوا شكلها بابيلا يعني مثل الحلمة، بابيلاري مصل، هاي عضلات، هاي بابيلاري مصل، نهايتها بيش حترتبط مع التيندن، هذا باللون الأبيض، هذا كله تيندن، هذا كله تيندن. ماشي
هذا التندن فتحة مالته منا وكمل لهنا، هذا التندن نهايته راح يكون عندي ترايكوسبيد فالف. فالف يعني صمام، صمام ثلاثي الشرفات، اوكي، لانه هو جاي اصلا من ثلاث حزم من العضلات، بس بيها برانش، بيها فروع، هاي وحدة وهاي وحدة وهنا وحدة، بس هي كل واحدة طالعة من عندها ثلاث فروع، بس هنا ثلاث عضلات. اوكي، هاي فهمناها انه هي بالجهة اليمنى عندي ترايكوسبيد صمام ثلاثي الشرفات. نجي هسه على اللايفت فنتريكل، على البطين الايسر. البطين الايسر شكله راح يكون كونيكال شيب، شكله مخروطي مع الاورتيك فيستيبيول، مع هذا اللون الاحمر مصبوغ اصلا عندي هنا ملوني، هذا اللي هو اقصد بيه بالاذين، سوري البطين الايسر ليفت فنتريكل، مع منو اكو سهم منا، شو هاي من اشر منا وهنا يطلع من عنده الاورتة، هذا الابهر او القوس الابهري اورتيك ارتش، بس هذا منو الصاعد، مو دا يصعد طالع من البطين وصاعد، فش راح اسميه اسندنج اورتة، يعني الابهر الصاعد اسندنج، والنازل اسمه ديسندنج لان هو يصعد وبعدين يلتاف وينزل. اوكي، من بابا على الصورة هذه منا حيكون هو يصعد بعدين ينزل قوس وينزل للأبدومين، يوصل للبطن ويطلع من عنده هذني البرانش اللي تصعد للنيك والهيد، للركبة وللرأس. هنا أيضا قلنا هو يطلع من الليفت فنتريكل أسندنج أورتا، والظروف الجدار مالته راح يكون روف خشن لان يحتوي على ترابيكولا، شبهت لكم مثل جسور ترابيكولا كورنا، وتحتوي ايضا على تو بابيلاري مصل، هناك قلت ثلاثة، كون لي صمام ثلاثي لان عضلات مالته ثلاثة وبيها برانش، هنا لا راح يكون عبارة عن تو بابيلاري مصل، راح تكون اثنين عضلتين من العضلات اللي تكون سميتها بابيلا مثل الحلمة، مرتبطة مع التندينا كورنا أو الكورنا تندينا مع الأوتار interior posterior side to attach، من جهة يعني واحدة خلفية واحدة أمامية، لأن بس اثنين، حتى يتكون عندي two cuspid valve أو ما تسمى mitral valve، الصمام الثنائي، أو أسمي mitral valve صمام ثنائي، هذا بالجهة الليفت، هناك سميته صمام ثلاثي، ثلاثي الشرفات، هنا صمام ثنائي، ثنائي الشرفات اسمه باي كوسبيد او اسميه متر، لسه من ناخذ صمامات احشيها. وظيفته هنا ايش راح يكون؟ قلنا هو بروبل بلاد تو ذا اورتا، راح يضخ الدم الى الابهر. نجي على الهارد فالف، صمامات القلب، هاي الصمامات راح يكون عندي وظيفتها انه هي بريفنت باك فلو اوف ذا بلاد تو ذا هارت، تمنع رجوع الدم موجود بالقلب وايضا موجودة بالبلد فيسلز. نجي على التو ميجر، هذا سؤال جدا مهم، mention two major types of the heart valves، انطيني الاثنين الاساسيات، لان هن كصمامات انا عندي اربعة، هذين الاربعة كل اثنين واقعات تحت مسمى. اوكي، راح اسمي الاولى atrio ventricular valve، اسمها atrio ventricular valves اللي هي صمامات الأذينية بطينية، إذا هي من اسمها ما بين الأذينين والبطينين، كل واحدة راح تكون بجهة، عندي right وعندي left، وعندي similar valve اللي هي صمامات الشبه هلالية أو النصفية. هنا نجي ناخذ الأولى، سوري ناخذ الأولى atrio ventricular valve او ما تسمى AV، مختصر من A atrio اذين و V ventricular بطين. atrio ventricular valve ال AV تكون lie between، واقعة ما بين atria والventricles، ما بين اذينين وبطينين، يعني مو عندي جهتين، عندي right to left، ايمن وايسر. اذا راح اقول right atrio ventricular valve بالجهة اليمنى اللي هو الصمام الأذين البطين الأيمن، بدل ما أقول هالقد واسم شطولة حتى لو كان مختصر لازم أكتبه، راح أقول اسمه تحديدا هو معادل بالصمام ثلاثي الشرفات، وهو ترايكوسبيد فالف، كل ردة بالإنجليزية هالمصطلحات، ترايكوسبيد تراي يعني ثلاثي، كوسبيد يعني شرفات، ترايكوسبيد فالف
valve يعني صمام. وبالجهة اليسرى بالليفت atrioventricular valve عندي bicuspid أو أسميها mitral valve، وهو صمام ثنائي الشرفات أو الاسم الثاني mitral valve. باي يعني ثنائي. زين وظيفتها شنو؟ prevent backflow of blood into atria، تمنع رجوع الدم إلى الأذينين عند تقلص البطينين. هسه الأذينين الأترية يستقبلون الدم من كل الجسم، هم نفسهم راح يتقلصون، يصير بيها contraction حتى تضخ الدم لمن؟ للبطينين. أوكي خلاص، هسه من نزل الدم من الأذين للبطين لازم الصمام ينسد. يا صمام عندي right وعندي left، بالright عندي tricuspid، بالleft عندي bicuspid، هذين الصمامات لازم ينسدون حتى شي يصير؟ يصير تقلص بالبطينين، يروح الدم عن طريق البولمينري ترانكول أورتا لكل الجسم أو للرئة. فبهذه الحالة إذا صمام منسد راح يرجع الدم إلى الأذين، وهي مشكلة. سيميلونار هارد فالف، نجي على الصمامات القلبية اللي هي سيميلونار شبه هلالية. هذه سيميلونار فالف بريفنت باك فلو اوف بلاد انتو ذا فنتريكلز، هذا يمنع رجوع الدم وين؟ الى البطينين، سواء كان ايمن او ايسر. خلينا نشوف موقعها عمود نعرف ليش. هاف تو كورد تندنا اتاجمنت، راح يرتبط بها كورد تندنا اللي هي سوري هاف نو كورد تندنا اتاجمنت، ما بها اوتار. الصمامات هذه ما بها أوتار لأن أساسا ما بها عضلة، هي تكون موقعها وين؟ عندي اثنين اللي هي الأورتيك سيميلونر فالف، أورتيك يعني مع الأبهر سيميلون، والأبهر من وين طالع؟ من البطين الأيسر. إذا هذا الصمام راح يكون موقعه ما بين الليفت فنتريكل والأورتة. أوكي يعني هو هنا، هذا هو الأورتيك، أورتيك سيميلونر فالف ما بين، هذا هو شكل الصمام، هذا سوري هذا شكله ما بين الأورتة، بداية الأورتة والليفت فنتركال البطين الأيسر. الثاني اللي هو البولميناري سيميلونر فالف اللي هو الصمام شبه الهلالي الرئوي، بولميناري يعني رئوي. هذا الرئوي من وين جاي؟ هذا هو، هذا هو البولميناري شكله، يعني حتى صار باللون الأزرق والأحمر هو شريان، وهذا لا، هذا البولميناري، هذا يكون ما بين البولميناري والبطين الأيمن اللي هو right ventricles. أوكي طبعا رسم بس للتوضيح حتى نفهم. ما تحتوي لا على عضلات هاي ولا تحتوي على تندن على أوتار. زين احنا نعرف اسال اللي حكينا عن حدثه انه انا عندي الفالف وصمامات انه هي راح تكون واقعة تحت مسمين لكن عددهم اربعة اللي هي الاتريوفنتريكولار فالف والسيميلونار فالف. الاتريوفنتريكولار عندي بيها اثنين اللي هي بجهة اليمين اللي هي هاي ثلاثي الشرفات، هاي شرفة وهاي شرفة وهاي شرفة، وهي فهي اسمها ترايكوسبيد، ترايكوسبيد فالف ما بين الأذين الأيمن الرايت أتريام والرايت فنتريكلز. زين الثاني اللي هو الليفت أتريو فنتريكولار فالف، وهي ثنائي الشرفات، هذه واحدة منها شرفة وهذه شرفة وهاي خط بيناتهم، إذا هي ثنائي اسمها باي كوسبيد، باي يعني ثنائي باي كوسبيد، أو الاسم الثاني ميترال فالف، فهي تكون ما بين الليفت اتريام والليفت فنتريكال، هذا هو الريت اتريام وهذا هو الليفت فنتريكال، هي بيناتهم هنا وهذه هنا. زين خلصت منها، نجي انا عندي سيميلونر فالف. السيميلونر فالف هنا ما بين الاورتة والبطين الايسر، والاورتة حيطلع منها ويروح قوس الابهر. الثانية اللي هي البولميناري سيميلونر فالف ما بين البولميناري ترانك او نسميه البولميناري ارتري وما بين البطين الايمن وهو الرايت فنتريكلز. نجي على صوت القلب، احنا بنخلي سماعة القلب ونسمع، راح نسمع صوتين مو صوت واحد، اسمه
هاي الأصوات، الأول أسميه لب والثاني أسميه دب، فهو اللب دب. من وين جاي هاي الأصوات؟ جاي الأولى جاي من الكلوزينج، غلق الأتريو فنتريكولار فالف، من غلق الصمامات ذينية بطينية. هاي الصمامات من طبعا سوية تنغلق، من تنغلق راح تنطيني لب بس الغلق. وعندي الدب جاية من الكلوزينج سيمي لونر فالف، من غلق الصمامات السيمي لونر، وهي الأورتيك والبولمناري سيمي لونر فالف. أوكي افتهمنا؟ إذا هذني سوى وهذني سوى، فتصير عندي لب دب، هذا صوت القلب. هذا الشكل اللي أمامنا كلش واضحة بها الصمامات، اللي هي هذا هو الرايت أتريام وهذا هو الرايت فينتريكل، وهذا هو الصمام بيناتهم، سميته ترايكوسبيد ثلاثي هيات مكتوب، وهو بجهة الرايت. وعندي هنا هذا هو الليفت أتريام وهذا هو الليفت فينتريكل، وهذا الصمام اللي بيناتهم هذا هو البايكوسبيد اللي هو الليفت أتريو فينتريكولار فالف. هذا هو الليفت فينتريكل يطلع من عنده منا، هذا في الشيء مأشر هنا أبيض، بعدين نشوفه من أشيل التأشير، يطلع من عند القوس الأبهري، هذا القوس اللي يسميه أورتيك أرتش أو يسميه أساندينج صاعد، وبعدين منه وينزل ديساندينج، فيطلع بتحديد أنس بشكل عام نقول يطلع من عند الأورتة. فهذا خلي أشيل التأشير، هذا الجزء الأبيض الصغير اللي هنا هذا شوي مبين من عنده، اللي هو أسميه أورتيك سيميلونر فالف، ما بين الليفت فينتريكال والأورتة، لكن من الرايت فينتريكلز من البطين الايمن راح يطلع عندي البولميناري ترانك، هذا هو البولميناري ترانك اللي هو الشريان الرئوي، هذا هو الفالف مالته، فراح اسميه بولميناري سيميلونار فالف. طبعا الاورتك من بينه لانه قدامها البولميناري. نجي على عضلة القلب شلون تتغذى. احنا قلنا بأنه هي صح وظيفتها ضخ الدم لكل الجسم، لكن هي أيضا تحتاج كأنسجة كجدار كخلايا، تحتاج إلى بلد فيسلز أوعية دموية حتى تتغذى. فبالتالي عندنا الأرتيريال سبلاي، أرتيريال سبلاي of the heart، شنو اللي يغذي القلب؟ أرتيريال سبلاي of the heart is provided by the right and left coronary artery، عن طريق الشريان الرئوي الأيمن والأيسر، أيمن وأيسر لأنه هو أصلا شكله بيها كله رايت وليفت. اثنين هاتين هذين جايات من الأسندينج أورتة، انتبهوا جاية من الأسندينج من الأبهر الصاعد. وين الأبهر الصاعد؟ هذا هو، أنا أشره هذا منا، تشوف التأشير من وين؟ هذا الفرع الطالع منا، هذا الرايت كورناري أرتري، هذا ومنا من الجهة الثانية تطلع فرع هنا توصل اللي هي أيضا طالعة من الأسندينج أورتة، فهي الليفت اللي هي اليسرى هي تمشرة ليفت كورناري أرتري. إذا هسه حشولي شنو هي البلد سبلاي أوف ذا هارت؟ سؤالي mention the blood supply of the heart أو الأرتيريال سبلاي أوف ذا هارت، راح تقولي لي عندنا رايت كورناري أرتري وعندنا ليفت كورناري أرتري، رايت وليفت. هذه الصورة أيضا للرايت، وهذه الصورة هي تابعة للليفت. أوكي، فهاي الصورة من الخلف مبينة، هي طبعا هذا هو الليفت وهذا الفروع مالته، طبعا بيها برانش، أنا شلت البرانش مالتها كانت العام موجودة، والمحاضرة أساسا مش يعني شلت من عدد تقريبا 15 سلايد عن محاضرة العام، وهاي حاجي من عدها شلت. زين الرايت كورناري ارتري هي هتكون ارايز فروم، جايه او تنشئ من الرايت كورناري ساينس اوف ذا اسندينج اورتا، يعني نريد نقول بانه هي جايه من الاسندينج اورتا، نفس الشيء بالنسبه للليفت. الفين فينوس دراينج اوف ذا هارت، زين هسه من راح شريان لعضله القلب غير يرجع لي وريد محمل بالدي اوكسجينيتد بلاد، الدم الغير مؤكسج محمل بثاني اكسيد الكربون، اذا الفين مالتها منو؟ الأوردة مالتها منو؟ اللي حترجع هي عبارة عن coronary sinus، هذا هو هذا اللون الفاتح، نرجع coronary sinus، وعندي
anterior cardiac vein والminimal cardiac vein. طبعا هنا الكارديك فين بيها واي، شوف ايش قد كارديك فين عندي، ايش قد كارديك فين، هذين كلهن اللي هي تابعه للكارديك فين، وتحديدا الاساسيات مالتها هي الانتيرير والمينيمال كارديك فين، كلهن طالعات من الكورنري ساينس، كلهن طالعات من الكورنري ساينس، او نقدر نقول عليه كورنري فين الاساسي، وكلها صايره مثل التاج على الهارت، نسميه كورنري مثل ما يسمون كورونا بالفيروس التاجي. زين نجي هنا نشوف هاي الصور لكم بها كل التأشيرات، كل التأشيرات من الخارج من الداخل من الفالف مالتها الصمامات كلها موجودة، الأورتا والأرش سيكنس مالت الابدوم مالت الفنتريكلز كلها موجودة. نجي على conducting system of the heart، جهاز ال او نقول عليه نظام التوصيل او جهاز الاتصال اللي موجود بالقلب، شلون يتم عملية التقلص مالت الاذين بعدين يروح للبطين بعدين يرجع تقلص اذين بعدين يروح تقلص بطين، على اي اساس كيفه، لو انا اتحكم بيه اكيد انا ما اتحكم بيه لانه هو تابع للايتونوميك نيرفس سيستم، الجهاز العصبي الذاتي التلقائي اللي هو نسميه إذا تتذكرون السيمبيثاتيك والباراسيمبيثاتيك نيرفس الأعصاب اللي طالع من عنده، والجهاز العصبي ما يسمى بالودي واللا ودي أو السيمبيثاوي واللا سيمبيثاوي هاي بالعربي. زين هذا من يجي الاستيميوليشن هنا، هذا التحفيز اللي يجي من الأعصاب، راحت التحفيز اللي يجي من الأعصاب الاستيميولي اللي يجي حتى يصير عندي كونتراكشن بعضلة القلب سواء كان من أذين إلى بطين بشكل spontaneous rhythm بشكل منتظم، على أساس لازم أعرف بأنه أنا عندي ما يعرف بكهربائية القلب، أوكي كهربائية القلب هي المسؤولة عن contraction system تقلص مالة القلب، راح تكون كالتالي وبالتسلسل اللي هو الاس اي نود مختصر جدا معروف اللي هو ساينو اتريال نود العقدة الاذينية الجيبية او جيبية اذينية، اوكي شو دول نسموه بالعربي يسموه، انا ارده بالانجليزي، هذا تعداد كله تعداد conducting system of the heart كهربائية القلب، او انا اسميه كهربائية القلب، هو ما يسمى بجهاز الاتصال او نظام الاتصال مالت القلب حتى المسؤول عن contraction. اول ما تبدي بالاس اي نود العقدة الأذينية الجيبية، بعدها تروح إلى الأتريوفنتريكولار نود، فأخذت أول حرف من عندهن، همين أخذت أول حرف همين أخذت أول حرف، فيصير اسمه أي في نود، أنا أردها كامل ما أردها بس مختصرات حروف، أردها كاملة بالامتحان، وهذه الأي في نود راح يطلع من عندها باندلز حزم، تروح وحدة للليفت باندلز حزمة تروح للجهة اليسرى من الهارت، وأكو باندل تروح للجهة اليمنى فأسميها رايت باندل برانش، فرع حزم شي يسموه حزمة باندل بالعربي تروح للجهة اليمنى. إذن الالتي هو مختصر مال ليفت والرايت اللي هو الارتي، بعدين راح تروح إلى فايبرز موجودة بشكل بلكسس بشكل ضفيرة of the conduction سيل، عن خلايا تكون بشكل فايبرز بشكل الياف موجودة بنهاية بالأبيكس of the heart بالقمة مالتها يعني بالنهاية من الأسفل، أسميها الياف بيركنجي، بيركنجي فايبرز، إذا تتذكرون ماخذيها صف ثالث إعدادي ماخذيها صف أول بالبيولوجي. زين البيركنجي فايبرز هاي موجودة بنهاية الجسم. زين هسه هاي كلها تعداد جدا مهم، خل أشوفها بالصورة، أنا قلت أول وحدة عندي SA node، هذه هي SA node اللي سميتها sino atrial node، أوكي زين هذه راح تطلع معنا، شوفوا هذا الأخضر تقلص، هذا التقلص مالت يعني الكهربائية أنا أسميها، هي المسؤولة عن تقلص منه الأذين right atrium والleft atrium، خلاصنا راح تجي توصل إلى عقدة ثانية موجودة بجدار هنا، طبعا هي كلها بجدران صايرة بالوول اللي هي الـ AV node atrioventricular
نود، هذه العقدة الثانية، وذينية بطينية. من عندها راح يطلع باندل حزم هنا وتنفصل، وحدة تروح للرايت ووحدة منها تجي تروح للليفت، فهي الليفت باندل برانش وعندنا الرايت باندل برانش. ومن عندها طبعا راح يطلع عندي الياف بركنجي، هنا تتوزع ما مرسوم عندي، هنا تتوزع الياف بركنجي على الابيكس على القمة مالتها. اوكي، فهذه هي كهربائية القلب. احس اهم وحدة منه بيجي ببالي اول وحدة اس اي نود، هذه اهم وحدة، هي اللي وزعت الكهربائية مالت القلب لكل جدار القلب اللي عاز اخذته من السمبيثاتيك والباراسمبيثاتيك نيرفوس سيستم. اوكي، يعني والايتونوميك نيرفوس سيستم، الجهاز العصبي الذاتي او التلقائي. اكو هذول اللي عندهم خلل بانتظام النبض مالت القلب، فخلوا لهم البيس ميكر اللي هو البطارية مالت القلب، كان سابقا هذا شكلها وهذه حجمها تقريبا، بها حجم هي عبارة عن بطارية وسلك، هاي الفكرة مالتها، هاي مبينة بالصورة، بطارية عبارة عن بطارية وسلك. هاي سنة 1958 كانت بهذا الشكل، بعدين اتطورت فأصبحت حجمها أصغر وبهذا الشكل. هذه الهدف من عندها انه تنزرع بالصدر، والسلك مالتها هذه النهاية، هاي هنا البطارية وهذا السلك مالتها، النهاية مالتها يدخل عن طريق البولمينري ترانك اللي هو او البولمينري ارتري اللي هو الشريان الرئوي، ويدخل الى الهارت. وين اوصل نهاية السلك مالته برأيكم؟ هذا انت كهربائي للقلب، وين اوصله؟ لازم اربطه بمنو؟ ارجع اربطه بالاس اي، نهاية السلك مالته يوصل بالاس اي نود بأول عقدة أساسية. أوكي، حتى من عندها ينطي لكل البادي of the heart. آخر شيء البلد فيزلز أو عية دموية. الأوعية الدموية هنا حتكون عبارة عن two types أو أسميها دورتين، اللي هو systemic circulation والpulmonary circulation. هاي الأوعية الدموية هي مسؤولة عنها، الدورة الدموية الجهازية أو الكبرى، والدورة الدموية الرئوية أو الصغرى. السيستميك الأولى اللي هي consist of blood vessels that extend، هي الأوعية الدموية اللي تمتد، extend to، تمتد من منو إلى منو؟ من الهارت نفسه إلى ومن البادي تشو، يعني تطلع من القلب تروح للأنسجة وترجع من الأنسجة للقلب، هاي دورة دموية سيستميك اللي هي الجهازية أو الكبرى. الثانية اللي هي البولمينري سيركوليشن، هذه تطلع من القلب، consist of the vessel، تحتوي على أوعية دموية، that take the blood، تأخذ الدم من الهارت to the lung، ما مكتوب من الهارت بس أنا أقول يعني خسرتها طبعا، to the lung هي طالعة من القلب مو صحيح، طالعة من القلب فتروح إلى اللانكس إلى الرئتين for the gaseous exchange، حتى يعني يصير عندي تبادل غازي بالرئة وبعدين ترجع، فهذه الدورة الدموية الصغرى أو ما تسمى pulmonary circulation. إذن اللي دي يصير عندي هنا شنو؟ الأوعية الدموية بشكل عام، أنا عندي شريان وعندي وريد، الشريان أسميه artery وهو باللون الأحمر، والوريد عندي أسميه فين وهو باللون الأزرق. اللي دا يطلع عندي من القلب هي أوعية دموية رئيسية أو أسميها الجريت الكبيرة. اللي دا يطلع عندي من البطين الأيسر من الليفت فنتريكل هو الأورتا وهو شريان لأنه باللون الأحمر، وأنا أكد لكم شريان لأنه هو دا يروح لكل الجسم مو صح؟ إذن هذا شريان رايح طالع من القلب. لكن لو أجي أباوع على الرايت فينتريكل على البطين الايمن، طالع من عدها شريان، بعد اقول شريان وهو ما يسمى بالبولميناري ترانك او اسميه بولميناري ارتري. زين شون ارتري هو لونه ازرق؟ ليش شون ازرق وهو ارتري؟ ارتري لونه احمر، احمر لانه هو دم مؤكسج محمل بدم يحتوي على اكسجين، لكن هنا هو أزرق هو صح آرتري، آرتري لين دا يطلع من القلب فأسميها شريان هو آرتري، الراجع للقلب أسميه وريد.
لكن هنا هو شريان وطالع من القلب، صح هو شريان لكن لونه أزرق لأنه هو محمل بدم غير مؤكسج، محمل بدم يحتوي على ثاني أكسيد الكربون، على ويست، على فضلات. اسمه بولمناري لأنه هو رايح للرئة، هو شريان طالع من القلب بس رايح للرئة، فبالتالي من يروح للرئة حتى يصير عندي اكسشينج، تبادل غاز، اكسشينج تبادل غازي، بعدين يرجع. يرجع من وين؟ يرجع عن طريق ذول الأربعة، 1 2 3 4. ده أقول يرجع، يرجع لازم وريد، والوريد لونه أزرق لكن هذني لونهم أحمر. فهي الأوردة الوحيدة اللي تكون محملة بدم مؤكسج، لأن من صفات الوريد أنه يكون محمل بدم غير مؤكسج ويكون لونه أزرق، وهو راجع للقلب، جاي من الجسم راجع للقلب، وهو وريد. لكن هنا هو صح جاي من الرئة وراجع للقلب ويفتح بالأذين الأيسر، لكن لونه أحمر لأنه هو الوريد الوحيد اللي يكون محمل بدم مؤكسج. تمت عملية التبادل الغازي بالرئة ورجع عن طريق وريد رئوي، أسميها بولمينري فين، عدد 4، 2 من كل رئة إذا تتذكرون حكيتها قبل شوي. إذن صارت عندي شواذ للقاعدة، أنه لازم عندي أي شيء يطلع من القلب أسميه آرتري ويكون باللون الأحمر، يكون باللون الأحمر لأنه محمل بدم مؤكسج، ومثل عندي عليها مثال أورته. لكن صح طالع من القلب البولمينري ترانك، لكن هو يحتوي على دم غير مؤكسج فهو باللون الأزرق، هو اسمه بولمينري آرتري، صح أزرق لكن اسمه آرتري، لا بكيفي ولا بكيفكم، هو طالع من القلب فاسمه آرتري. إذا هو الشريان الوحيد اللي يكون محمل بدم غير مؤكسج، أوكي؟ ليش؟ لأنه هو طالع من البطين الأيمن، لأنه قبلها عندي بطين الأذين الأيسر اللي هو الرايت أتريام اللي فتحت بيها superior and inferior vena cava، vena cava يعني هو الوريد الأجوف العلوي والسفلي، هذني جايات من كل الجسم محملات بدم غير مؤكسج وهو لونه أزرق، يفتحون بالأذين الأيمن، وبعدين من الأذين الأيمن يجي للبطين الأيسر، من البطين الأيسر يطلع عن طريق البولمينري ترانك يروح للرئة حتى ينطي الويست وياخذ أكسجين، ينطي ثاني أكسيد الكربون وياخذ أكسجين. هسه من وين حيرجع؟ قلنا عن طريق البولمينري فين، قلت فين لأنه هو الوريد الوحيد اللي يكون محمل بدم مؤكسج فهو لونه أحمر، وبعدين يفتح ب الأذين الأيسر اللي هو الليفت أتريام، من الليفت أتريام راح يفتح بالليفت فينتريكال، ومن الليفت فينتريكال يطلع عندي الأبهار ويروح لكل الجسم. هذه هي الاثنيناتين الدورتين اللي هو سيستميك والبولميناري سيركوليشن، واحدة تكمل الثانية. أدري هي دوخة بس للفهم يعني فهموها. General structure of the large blood vessels، هسه الأوعية الدموية الرئيسية ده توصل الأبهر شلون يوصل الدم لكل الجسم؟ لازم هو كتيوب، كأرتري، كأنبوب، لازم يحتوي على تركيب عضلي. إذا خلينا نشوف الهيستولوجي أو الستركتشر مالته إيش راح يكون. هذا هو الستركتشر أو الهيستولوجي مالته. طبعا اللي عندي باللون الأحمر هذا هو الأرتري الشريان، واللي عندي باللون الأزرق هذا هو الفين اللي هو الوريد. أول شيء راح أحكي من الداخل للخارج، من الداخل يعني هو الكونتاكت with the blood، من الديب وبعدين أصعد للسوبرفيشال للسطح بالتسلسل أريدهم. من الداخل راح يكون عندي تونيكا انتيما، تونيكا يعني layer يعني طبقة، بس مصطلح خاص بالبلد في الزوصة وعيدة موية أسميها تونيكا، مثل ما أخذت بالجلد سميته ستراتوم، ستراتم يعني طبقة يعني لاير، بس هذا مصطلح خاص بها. هنا نفس الشيء أسميه تونيكا يعني طبقة يعني لاير. إذن تونيكا انتيما هذه تكون للداخل، وهي عبارة عن one layer of the simple squamous epithelium، طبقة واحدة من الخلايا اللي هي الحرشوفية الطلائية، وهي ما تسمى بالإندوثيليوم. تحتها لازم، ماني قلت إنه هذه الطبقة ما بيها أوعية دموية ولا نيرف،
لازم يغذيها. من يغذيها؟ الطبقة اللي تحتها اللي هو عبارة عن connective tissue، وهي areolar connective tissue، نوع من أنواع connective tissue. الطبقة اللي بعدها بالوسط هنايا راح تكون عبارة عن تونيكا ميديا، ميديا يعني وسط. هذه عبارة عن سموث مصل، جدا مهم. خاف أقولكم السموث مصل موجودة بمنو بالاختيارات، تونيكا انتيمال وميديا وادفنتيشيا. لازم تعرف انه الطبقة العضلية مالتها موجودة بالوسط بالميديا، عبارة عن طبقة عضلية وهي من السموث، أي ما مسؤولة عن تقلصها وانبساطها، فهي عضلات لا إرادية سموث مصل. بها ممبرين، بها غلاف خارجي وداخلي، internal elastic lamina و external elastic lamina، يعني واحدة من الداخل واحدة من الخارج حتى تحصل بيناتهم السموث مصل. وللخارج the superficial للسطح هنايا راح نشوف عندنا التونيكي ادفنتيشيا. ادفنتيشيا هنا راح تكون هي عبارة عن شيء قوي اللي هي الاريولار كونكتيف تشو that contain elastic and collagen fibers، عبارة عن الياف كولاجينية أو البيضاء وإلاستيك، حتى تنطيها مرونة إلى مطاطية، خلينا نقول تنطيها مطاطية. وبتقلص وانبساط العضلات راح ممكن إنه توصل الدم لأبعد نقطة موجودة بالجسم. هسه هي ك ك كأنسجة هي صح أورجن، تعتبر بلد فيزل أو دموية، لكن هي صح تنقل الدم، بس هي ما جاية تتغذى من الدم، اذا تحتاج من يغذيها. فبالتالي البلد فيزلز مالتها راح تكون عباره عن فوزا فوزارم، هذه فوزا فوزارم، ارجع اشرها، هذه اللي هي عباره عن بلد فيزلز او اوعيه دمويه سبلاي، تغذي اللارج بلد فيزلز اونلي، راح تغذي الاوعيه الدمويه الكبيره فقط، اسميها فوزا فوزارم، موجوده فقط على الادفنتيشيا. خاف اشر لكم الفوزا فوزارم وين موجوده، بيا طبقة من ذولي الثلاثة تقول لي بالادفنتيشيا للسطح، والسموث مصل موجودة بالميديا، والاندوثيليوم هو عبارة عن انتيما. هاي خاف تجيكم ام سي كيو، خاف تجيكم تعداد، اذا تعداد اريدها كلها حتى الان فهم، ما اريدها نصا عن فهم. نجي ناخذ مقارنة بين الاثنين اللي هو الارتري والفين، لا يحمل بالاكسجين الدم مالته، دي اكسجين منقوص الاكسجين، خلينا نقول اللي هو ثاني اكسيد الكربون. كاري بلاد فروم ذا هارت، يحمل الدم من القلب، هنا كاري بلاد تو ذا هارت او توارد، باتجاه القلب، هو جاي من الجسم يرجع للقلب. هنا ثيك وول الاستيك مصل، الطبقه اللي تكون بها المصل الاستيك مصل تكون ثيك متسخنه، هنا تكون ثين. deeper in the body، انتشارها بالجسم يكون ديب بالعمق، لهذا من الوريد من تسحب دم ما لك علاقة، ما راح يوصل النيدل لها مثلا، هي بعيدة، فانت اللي حتسحب دم فقط من وريد، ما لك علاقة بالشريان، الشريان ما يوصل بعيد اصلا، هو محمي عن طريق تندنة، تكون في الخارج مالت التندن للحفاظ عليها. طبعا هنا لا راح تكون closer to the skin، يعني موجود بس يحيط بها السكين، سطحية خلينا نقول. هنا no valve، ما تحتوي على صمامات أثناء مرورها، يعني بكلها ما بها صمامات. هنا موجودة present special in the limbs، موجودة وتحديدا بالأطراف، يعني باليد وبالرجل. أوكي زين، هنا التونيك ميديا تكون thickest layer اللي هي طبقة العضلة smooth muscle، تكون thick متسخنة. هنا تونيك ادفنتيشيا هي اللي تكون thick، اللي هي تحتوي على الفازوفازارم، الطبقة الخارجية هي اللي تكون thick. هنا ممكن انه كأمراض تصير بها هي الاثروجينيسيس، هي تصلب الشرايين، والمايوكارديال اسكيما اللي هو اسكيميا، اللي هو اقصد بها النوبة القلبية. هنا deep vein ثرومباس، ممكن يصير بها تخثر بالفين يصير.
واللومن مالتها راح يكون smallest، هنا راح يكون larger than. الفين يكون اللومن، اللومن يعني الكافيتي اللي بالوسط، تجويف الوسط مالتها لومن أسميه، راح يكون larger than the arteries. زين أرجع للصورة، أي شيء نشوفه بالشكل، بس ما لنا علاقة بالأزرق والأحمر، خاف ينتهي بالألوان. أي شيء نشوفه بشكل دائري شكله منتظم هذا شريان، هذا artery. أي شيء نشوفه irregular هذا فين، هذا وريد. بشكل مختصر ناخذ الارتريز بشكل عام، هي تكون تابعة للسيستميك سيركوليشن، مسؤولة عنها يعني حجي شوية يشبه ما موجود بالجدول. carry oxygenated blood to the body tissue، تحمل الدم إلى الجسم، من القلب للجسم. عندنا ما عدا البولمينري ارتري اللي كان باللون الأزرق، سميته يعني بولمينري ترانك. ما عدا البولمينري ارتري هو carry deoxygenated blood to the lungs، لأنه هو رايح للرئة ومحمل بدم غير مؤكسج، فراح أسميها ارتري لأنه هو طالع من القلب، لكن من صفات الارتري يحمل فقط oxygenated blood. three basic type of the arteries، عندنا بها ثلاث أنواع اللي هي تشمل elastic artery والmuscular artery والarterioles، هذني أصغر من الارتري، أصغر من عدهن بها أنواع إلى أن نوصل للكابيلاري، لوعة دموية شعرية، هذني بيناتهم. أوكي، ما بين الكابيلاري والارتري عندنا هذني الإلاستيك أرتري والماسكولار أرتري والأرتريولز. they're very in size، تقريبا حجم مالتها تكون من 1 سنتيمتر إلى 0.5 مليمتر in diameter. القطر مالتها تقريبا من سنتيمتر إلى 0.5 مليمتر، يعني نص سنتيم، خلينا نقول هاي القطر، مو نص قطر، قطر كامل دايميتر. نجي على الفين، الفين راح يكون دراين كابيلاري، يجي من الأوعية الدموية الشعرية and return the blood، إلى أن يكون بشكل أوردة ويرجع إلى القلب. إذا تتجمع من الأوعية الدموية الشعرية الموجودة بالأنسجة، ترجع تصب بأوعية بأوردة رئيسية، وهاي الأوردة الرئيسية ترجع الدم للقلب، فسميها veins أوردة. عندنا هسه الوالز، الجدران relative than and vein lumen large، اللومن مالتها قلت عليها بالمقارنة انه هي راح تكون larger than artery lumen. والسيستميك فين النظام مالتها carry deoxygenated blood، تحمل دم غير مؤكسج انه يرجع للقلب. to the right atrium of the heart while the pulmonary vein، ما عدا الأوردة الرئوية هي جاية من اللانج من الرئة، فأكيد هي حتكون carry oxygenated blood to the left atrium، ترجع إلى left atrium، بعدين تفتح من left atrium إلى left ventricle وتطلع عن طريق الأورطة لكل الجسم، فهي الوحيدة اللي تكون محملة بدم أكسج. هاد venous valve prevent blood pooling in the extremities due to gravity effect. هنا تحتوي على فالف، هي الوحيدة اللي حتكون الفين تحتوي على الفالف مقارنة بالارتري، اللي وظيفتها تمنع رجوع الدم أو تمنع تجمع pooling blood، تمنع تجمع الدم. ليش؟ تحديدا بالإكستريميتس اللي هي بالأطراف العليا والسفلى، يعني باليد وبالرجل، بسبب الجاذبية مالت الأرض، حتى لا تتجمع الدم بالأطراف مال الجسم بفعل الجاذبية الأرضية، فهي أكو بيها هناية valve بها صمامات. آخر شيء الكابيلاري contain only the tonica intima، فقط تحتوي على الطبقة الأولى اللي هي عبارة عن simple squamous epithelium، فهي فقط endothelium، طبقة واحدة من الخلايا تستند على غشاء قاعدي. but the layer consists of the basement membrane، هي مثل ما قلت هسه إنه هي طبقة من خلايا تستند على غشاء قاعدي، basement membrane، من صفات الأبيثيليوم. هنا ما راح اقول عليها ابيثيليوم، اسميها اندوثيليوم، اندوثيليوم هاي مصطلح خاص بالاوعيه الدمويه. ذات بيرمت ترانسبورت اند ديفيوجن، تسمح من خلالها بالنقل والديفيوجن، الانتشار اوف ذا غازز اند نيوترينز ماتيريالز ووتر تو باس ثرو، تسمح من خلالها التنقل للمواد اللي ذكرناها. بريزنت اول اوف ذا بودي، موجوده بكل الجسم، وهذه انواعها كلش مهم، جدا جدا مهم انواعه.
three basic kind of the capillary. عندنا ثلاث أنواع من الكابيلاري اللي هو الكونتينيوس، وهذا اللي هو موجود بكل جسم تحديدا تقريبا يعني. وعندنا الفين ستريتد كابيلاري، هذا أيضا موجودة بمناطق محددة من الجسم. والساينيسويد كابيلاري، وهذه موجودة تحديدا بالكبد. هسه نشوف الكونتينيوس هذا شكله، يكون عبارة عن خلايا، عبارة عن أبيثيليوم، خلايا حسنيا ومرتبطة واحدة ويا الثانية بشكل منتظم، ويعني متصلة واحدة ويا الثانية. لكن الفين ستريتد كابيلاريز هذه تحتوي على ثقوب، الجباوع تحتوي على ثقوب تسمح من خلالها الانتشار وغيره. لكن هنا طبعا الكونتينوس كمثال عندنا عليه بالبرين بالدماغ. هنا آخر واحدة الساينيسويد اللي هي تكون جيبية خلينا نقول، وتحتوي على فراغات جدا كبيرة، عبارة عن خليتين للأبيثيليوم الحرشوفية، وتستند على غشاء قاعدي وتحتوي على فراغات فاسمها الساينيسويد، وهاي كمثال عندنا عليها موجودة بالليفر يعني بالكبد. هنا أكون خلصت هذه المحاضرة. طبعا هذه المحاضرة جدا مهمة، أنا جدا مختصرتها جدا جدا، تقريبا كانت 48 سلايد العام، لكن اختصرتها، ويعني أكثر شيء هي صور، فأنتوا ركزوا عليها لأن شوية تجي من عندها أسئلة. هي كلش سهلة، ما يراد لها شوية تعداد. عندنا هنا مثلا الهارت، anatomy of the heart، أخاف تجيكم احكي لي عن function، الوظيفة مالتها، احكي لي كتشريحيا هي من شنو متكونة. نجي هنا، هاي تجي MCQ، هذا السلايد يجيكم MCQ. البيريكارديوم، احكي لي عن البيريكارديوم، هذا اللي تعرفه، ما اريد نصا، من تكتب لي نصا انا اقول هذا غش، انت غاش، جايب لي كوبي بيست من الزمن، لا احكي لي عن فهم، افتهم واحكي لي، طبعا بالانجليزي اريده. والبيريكارديوم من شنو متكون؟ خاف تجيكم بشكل MCQ يعني، بس على الأقل اطلعوا عليها، بس تفهموها تعرفون تحشوها. الصور لكم، أي صورة ما أريد، الصور كلها لكم فقط للتوضيح. عدد لي شنو هي الهارت وول، شنو هي جدار القلب، بس ثلاث كلمات عدد لي اياهم. هاي الصورة لكم. نجي على الهارت تشامبر، صغرى في القلب. نجي ناخذ الأترية كصفات، هاي تجيكم MCQ هنا، هذا كله MCQ. وتجيكم احشي لي عن الرايت اتريوم، عن الاذين الايمن، مستقبل الدم من وين وشنو بيها، هاي تجيكم MCQ. تجيكم احكي لي تستقبل الدم من منو، واحدة اثنين ثلاثة. الليفت اتريوم تستقبل الدم فقط من الفور بولمينري فينز. نجي على الفينتريكلز، البطين شفنا من الشكل بانه هي تكون مور ثيكنس فروم ذا اتريا. وعندنا الليفت فينتريكل 3x يعني 3 تايم خلينا نقول ثلاث مرات ثيكر ذان of the right ventricles، يعني هي ست مرات الضخمة التي يكون أقوى من الجهة اليمنى. نجي على right ventricles، احكي لي عنها شنو حتكون بيها، هاي جدا مهمة، وشنو يطلع من عندها، الصورة لكم للتوضيح. left ventricles أيضا شنو طالع من عندها، وشنو الصمام اللي بيها، وشنو يطلع من عندها. الفالفز، الفالفز جدا مهمة، هسه أقول لكم الفالفز جاي بالامتحان. عدد لي التو ميجر، تقول لي اتريوفنتريكولار فالف والسيميلونار فالف، زين احكي لي عن اتريوفنتريكولار فالف، تقول لي انه هي اكو رايت واكو ليفت، ووظيفتها تمنع رجوع الدم، بريفنت باك فلو اوف ذا بلاد انتو ذا اتريا وين ذا فنتريكل كونتراكت. سيميلونار احكي لي عنهم، تقول لي هن اثنين، هن اورتيك وبولمينري، واحكي لي كل وحده وين موقعها، من اسمها اورتك يعني اورته، اورته وين تفتح، من وين جاي الاورته، الشريق الابهر جاي من الليفت فنتريكل، اذا عرفت موقعها. بولمينري من وين، بولمينري هو نفس الرئوي يعني، فهي جايه من الرايت فنتريكل، اذا يطلعون من البطينين اثنيناتهم، يعني وظيفه الاذينين هو فقط انه تستقبل الدم من الجسم، البطين هو اللي يضخ للجسم ويضخ للرئه. احكي لي عن الهارت ساوندز، شنو مسؤول عن صوت القلب، فتح الصمامات لو غلقها، لا اكيد غلق الصمامات، اثناء غلق الصمامات ينتج لي الصوت، الصوت اللي هو اللاب داب، اللاب من وين جاي، من الاتريا فنتريكولار، والداب جاي من السيميلونار. هاي الصورة لكم. بلود سبلاي اوف ذا هارت، احكي لي عن تزويد الدم بالنسبه للقلب، او الارتيريال سبلاي اوف ذا هارت، تقول لي انه عندي رايت كورونري ارتري وليفت كورونري ارتري، واثنيناتهم طلعات انا مسويتها باللون غامق اللي هو الاسندينج اورته،
الصاعد، لان عندي بيها descending. الفينوس مالتها او الفين هو coronary sinus anterior والمينيمال cardiac vein. والصورة لكم والصورة لكم والصورة لكم. نجي على conducting system of the heart، جهاز الاتصال مات القلب او اسميه اني كهربائيه القلب. من هي؟ عدد لي هذين النقاط. اس اي نود من السينو اتريال، اي في نود اتريو فنتريكولار، ليفت باندل والرايت باندل هذين جايتنا اتريو فنتريكولار، واخر شيء عندي بركنجي فايبر. ما ارد هذا السطر الاخير بس قول لي بين قوسين بركنجي فايبر. اذا صار عندي 1 2 3 4، عددوا لي اياهم 4. انتم الصوره لكم، هاي معلومات لكم ما اريدها. blood vessels احكي لي هنا على الستركتشر، هذا السلايد ما اريده، هاي لكم بس افهموها، هاي ما اخذيها بالاعدادية. نجي هنا على الستركتشر او الهيستوري كأنسجة، من شنو متكونة؟ تونيكا انتيما، تونيكا قلنا انه هي لاير، تونيكا انتيما وتونيكا ميديا والادفنتيشي، هذني حفظ هذني اريدها المهمات، حتى لو عن فهم مو كلهن امينة مقبول. أهم شيء تعداد مالتن، وخاف تجيكم الشرح امسكيو. مقارنة ما بين الاثنين، مقارنة جدا بسيطة، تحفظ وحدة الثانية عكسها. احكي لي عن الارتري، احكي لي عن الشرايين شنو هي، هل اللي تعرفه من عندك كتبه. احكي لي عن الفينز، عن الاوردة شنو وظيفته، تطلع من القلب لو ترجع، زين محملة بيا دم اوكسجينيتد لو دي اوكسجينيتد، ومنو هو الشاذ من عندها. ها هي كابيلاري، الأوعية الدموية موجودة بكل الجسم وترجع إلى الفين، وبالتالي هنا prevent transport، تسمح بالترانسبورت والديفيوجن من خلال هتمور، من خلال الخلايا ما تنبيها تحتوي على فتحات. آخر شيء عدد لي الكاينز أو types of the capillary، أنواع types أو kind يعني أنواع. الأوعية الدموية الشعرية الكابيلاريز هي عندي continuous والفين سيتريتد وعندي السينوسويد. الصورة لكم ما اريدها خلاص، وشكراً.